يطوف النو ذو الذيل الأبيض أرجاء إفريقيا في قطعان كبيرة، لكن وبسبب كثرة صيده انقرض من البرية. يعيش النو ذو الذيل الأبيض الآن في متنزهات الحياة البرية وحدائق الحيوان فقط، وقد تعرض للصيد بسبب ذيوله التي تصنع منها السياط. يتميز ذكر وأنثى النو معا بقرون غريبة الشكل، وهذه الحيوانات تعرف أيضا باسم المهرج، وذلك لأنها تحب القفز والرقص معا. إنها ترى عادة في قطعان كبيرة، تهاجر إلى مسافات طويلة كل عام بحثا عن مراع جديدة. يخور النو كالبقر عند خوفه، لكن النو ليس حيواننا السري، مع انه تعرض للصيد بسبب جزء مختلف من جسمه، حيث كان يطحن ويستخدم من قبل الرجال لسبب غريب جدا. وحيد القرن ايضا تعرض